هذه المرة تبدأ من الحدث القصصي مباشرة. يعني انت بتقرأ نصا، تقرأ قصة قصيرة، بتجد ان في بداية في السطرين الاولين من القصة هذه الجملة: انه مجنون يريد ان يخلع عنه جلده، انه مجنون يريد ان يخلع عنه جلده. فبالتالي انت هنا الكاتبة بتضع متلقيها في قلب الحدث القصصي مباشرة. وتتواتر الصور السردية التي تعد اساسا في تكنيكات البناء داخل المجموعة، حيث تمثل المشهدية البصرية والتوصيفات القصصية آلية جمالية دائما. وهنا مثلا في قصة التباس، وقصة التباس لمن معه المجموعة موجودة في صفحة 13. انت طبعا ما شاء الله طالب صاحي. وصفحة 13: هوت يدي بشكل لم يتوقعه على مقص، ثم هوت ثانية به على يده التي رفعها فجأة بشكل لم أتوقعه. عندما وجد المقص يهوي متجها إلى عنقه، احتجزوني للمرة الثانية في مصحة للمجانين لمجرد أني دافعت عن نفسي. كل المقطع ده نفسه مقطع، ده مقطع نموذج لفكرة الصورة القصصية. مقطع كله أفعال حركة، كله في الحدث دائما يمكن تخيله بصريا، في فكرة، في توصيفات بصرية، في حركة داخل المشهد القصصي، وفي حالة على البداية، بداية القصة، بداية القصة نفسها: إنه مجنون يريد أن يخلع عنه جلده، احتجزوني للمرة الثانية في مصحة للمجانين لمجرد أني دفعت عن نفسي. في الراقص، القصة التي تلي قصة انتباس، في الراقص ثلاث وحدات سردية بثلاث مقاطع جميعها تكمل جوانب الحكاية الأم، وتراها من وجهة نظر أو منظور سردي يكمل الصورة الكلية. قصة الراقص من القصص الموجودة القليلة في هذه المجموعة اللي بتتشكل من مقاطع مرقمة. يعني الكاتبة بتروح عاملة تقول واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة. قصة الراقص كل مقطع هو عبارة عن وحدة سردية، لكن الوحدات الثلاثة، المقاطع الثلاثة مترابطة، نعم مترابطة ببعضها البعض ومتآسرة، وهي بتكمل وبتنتج في النهاية الدلالة الكلية للسرد. طيب وهي في الحقيقه هي بتحيا فيما بينها حاله من حالات الجدل المتواتر، وليس الجدل فقط ولكن ايضا اكمال الصوره الكليه الموجوده داخل هذه القصه. الراقص تبدا بهذه الذات السارده التي تحضر ندوه ادبيه فيها شعراء وأنصار شعراء، طبعا إحالة على الحياة الثقافية، ودي شفناها في نصوص عديدة، وكان هنا من النصوص طبعا اللي ناقشناها والأستاذ محمود الشربين وأشار والأصدقاء الأعزاء لهذه النقطة، كانت مجموعة صديقي القاص هاني منسي، اللي كان في جزء في قصة اللي هي كانت بتشير إلى هذه الحالة الثقافية حد مضطهد البائسة. فطبعا الفكرة هنا إن في نصوص عديدة. طبعا أنا عايز أقول إن يعني يا ريت فعلا إن دي واحدة من الموضوعات اللي ممكن يتم العمل عليها حتى على المسار البحثي والأكاديمي، هي فكرة. كان زمان يعني كان ربنا يشفيه صديقنا العزيز وصديقي الكبير في الحقيقة الدكتور مصطفى بيوم، اللي هو عمل كتب مهمة جدا عن نجيب محفوظ في الحقيقة، والنهارده أجرى عملية قلب مفتوح ربنا يشفيكم بالعافية. كان في مثلا صورة، يقول لك صورة الأستاذ الجامعي في أدب نجيب محفوظ، ده كتاب على فكرة مهمة. وفي رسائل كتيرة اشتغلت على صورة المثقف مثلا في اللغة العربية، في رسائل كتيرة. لكن فكرة بقى صورة الواقع الثقافي نفسه أو تمثلات الحياة الثقافية داخل تمثلات الحياة الثقافية ورصدها في الأدب المصري، أنا رأيي إن دي رسالة، وأنا هقترحها على أحد الباحثين من الشباب الواعد ومن أبنائنا وتلاميذنا، لأن فعلا هي دي مسألة مهمة، إنها بقت متواترة في الرواية وفي القصة المصرية. طيب الراقص ثلاث وحدات،
ثلاث وحدات سرديه بثلاث مقاطع، كل وحده وكل مقطع بيكمل الاخر، والصوره الكليه للنص بتتشكل من جماع اي مجموع هذه الوحدات الثلاث. المقطع الاول او الوحده الاولى تشير الى تلك الذات السارده التي تحضر ندوه ادبيه فيها شعراء وانصاف شعراء. تلاحظ هذه الذات السارده، تلاحظ الرجل ذي الحقيبه السوداء والبدله الصفراء الباهته. وطبعا الالوان موجوده في المجموعه يعني حاضره بتنوعات مختلفه، وطبعا وشيماء عندها هوس بالاصفر يعني اصفر غيره ده الاصفر يعني الاصفر ده كتير، والبدله الصفراء الباهته. يتطلع هذا الرجل ذي الحقيبه السوداء، وطبعا من التوصيفات انت بتدرك ان اكيد ده راجل يعني بائس خارج من ندوه ادبيه وكده على طول طبعا. فبيتطلع هذا الرجل الى مانيكان في فاترينا لجسد امراه. ثم الرجل نفسه ده في المقطع الاول. ثم المقطع الثاني الرجل نفسه، هذا الرجل الذي يحكي بقى عن نعيمة المغوية زوجته التي أحبها رغم عنف معارضة الأب. كأن المقطع الثاني بيقترب أكثر من فكرة من جوهر الحكاية الواقعية، من التأسيس للحكاية. يعني المقطع الأول اللي هو هو بينطلق من أساس واقعي، وبعدين بيروح لفكرة المانيكان على جسد الشمعي، فبيخلق الحالة دي، الحالة الرجراجة دي ما بين الواقع والمتخيل. والحالة الرجراجة دي موجودة في المجموعة كثير للمناسبة وشيء. والمقطع الثاني بيروح بقى لحكاية واقعية أو عندها ظلال واقعية أساسية، إن الراجل ده عنده إيه؟ نعيمة المغوية الجميلة الفاتنة اللي أبوه كان يرفض ويعارض بشدة زواجه منها لأنه بيتهمها إنها امرأة لعوب. وبيشوف ان هو كده ليس اكثر من قواد انه يقدم على الزواج من هذه هذه النعيمه بين قوسين. تمام. ثم المقطع الثالث الذي بقى، طب هنا انت بتتشكل القارئ هنا بيتهيأ ان هو جاله في ذات السارده اللي حكت اساسات الحكايه واللي اشارت للرجل اللي هو ذو الحقيبه السوداء المتخمة بأوراق بالأوراق ونزول البدلة الصفراء الباهتة واللي عنده والمانيكان، وبعدين الرجل ذو البدلة السوداء. فأنت هتتوقع إن اللي جاي هيبقى موجود في الجزء الثاني المانيكان نفسه. تمام. لذلك النص هنا بيخضع لآلية بنائية محكمة، يعني هو في هنا في بنى، يعني هي هنا في بنى هنا، الكاتبة هنا بتبني مش ليس اي شيء اخر. تمام. مش كده انا قلت ان النص بيتجاوز فكره ان كونه نص اول في الحقيقه. طيب ومن بينهم طيب ثم المانيكان ذاته بقى اللي بيبدا في الاستيلاء على فضاء الحج. المانيكان ذاته المراه، المانيكان ذو الجسد الشمعي، وهي تشير الى تطلع العابرين. ومن بينهم، من بين هؤلاء العابرين، عجوز يكاد يلتصق وجهه بالحاجز الزجاجي الفاصل بينها وبين الماضي. كانها بتحيلك ايضا على هذا الرجل ذو البدله السوداء الذي يمكث ذو البدله الصفراء والحقيبه السوداء، والذي يمكث ليلا ليطالع هذه الفاترينا ويطالع هذا الجسد الشمعي كل مساء، او حتى عقب خروجه من ندوه ادبيه يحضرها شعراء وانصاف شعراء. هذه القصه هي واحده من اجتماعات هذه المجموعه في الحقيقه. من امضل النصوص، لانها هي مبنيه لقصه فيها غنى حي.